مازلنا في آخر مستجدات تطورات انتشار فيروس كورونا. بالانتقال إلى بريطانيا، غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقر المستشفى ليواصل تعافيه من أعراض فيروس كورونا من المنزل. وأشاد جونسون بما قام به الأطباء في مستشفى سان توماس بلندن، وعبر عن عجزه عن شكرهم قائلا إنه مدين لهم بحياته. عبر سكايب من لندن ينضم إلينا عبدو جمال مراسل أكسترا نيوز. عبدو، أهلا بك معنا في هذه الجولة. إذا هناك إشادة من قبل بوريس جونسون بالدور من قبل الأطباء، وبالطبع الخبر الأهم هو انتقاله إلى المنزل. ماذا في التفاصيل أكثر لديك؟ نعم، في التفاصيل أنه سيتوجه ليس إلى منزله بالدقة، ولكن إلى منطقة تشيكرز، وهي منطقة في باكنهامشير، وهي منطقة ريفية، لأخذ فترة النقاهة. الأطباء أو الفريق الطبي الخاص ببوريس جونسون أشار منذ قليل إلى أن فترة النقاهة ستستغرق من أسبوعين إلى شهر على الأكثر. كان طبعا بوريس جونسون دخل في حالة الإصابة منذ 27 من شهر مارس الماضي، وظل حوالي 10 أيام يعمل من المنزل، إلى أن زادت الخطورة ودخل إلى مستشفى سان توماس وهي القريبة من مقر الحكومة البريطانية. كان ذلك يوم الأحد الماضي، أي قبل أسبوع من الآن. بعدها دخل إلى العناية المركزة بعد ليلة واحدة، وكان يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، يستقر أيضا في العناية المركزة 3 ليال، ثم يخرج بعدها بصحة جيدة، معنويات مرتفعة، يظل إلى في الأيام القليلة في جناح منفصل عن العناية الفائقة، ليعلن مجلس الوزراء اليوم إلى بخروج بوريس جونسون، وسيخلص فترة النقاهة. في هذه الفترة إيمان أعتقد أنه يعني ستتم مناقشة بوريس جونسون في بعض التفاصيل بشكل غير مجهد له، خاصة أنه سيكون في فترة نقاهة. لكن الأهم أن هناك أيضا على الجهة الأخرى لكي يحدث توازن السياسي في البلاد، يفكر الآن أساس البريطانيون في عودة البرلمان في 21 من شهر من هذا الشهر، للتدقيق في بعض القرارات والسياسات التي تتخذها الدولة لضمان عملية التواصل السياسي بشكل كبير، خاصة أن بريطانيا تشهد ارتباكا كبيرا في اتخاذ القرارات، ونقصا أيضا في الأجهزة الطبية ومعدات الوقاية الخاصة بالممرضين والأطباء. هل هذه معلومة، يعني هل سيجتمع مجلس العموم بالفعل في 21 من أبريل، أم أنه هناك مطالبات بهذا؟ هناك مطالبات رسمية، ويعني الأمر هو الآن معروض على الأعضاء البرلمان، منهم من يقول أنه لا يمكن أن يعني نجتمع في البرلمان، خاصة في عملية التباعد الاجتماعي، والكثير منهم يقول أنه ضروري من الضروري أن نجتمع. نعم، فيعني هم يعتقدون انهم ليسوا اقل من الاطباء الذين هم على الخط الاول في مواجهه الفيروس، هم ايضا يرون انه لابد من الاجتماع للتدقيق في اتخاذ القرارات للنهوض بالبلاد من هذه الفتره التي طال امدها لمده اسبوعين او ثلاثه في حاله من الارتباك والهبوط في كل شيء، سواء اقتصاد او قطاع صحي. ما هي ابرز هذه الامور اللي بتشهد ليست ارتباك ولكن بتشهد اعتراضات ربما، ويتطلب الأمر أن يعقد مجلس العموم أو أن ينعقد مجلس العموم؟ هل هناك رغبة في تقديم مثلا رؤية مختلفة اقتصاديا، أو رؤية مختلفة في مواجهة تفشي الفيروس صحيا، أو إجراءات مختلفة؟ نعم، هو الأمر الأهم هو القطاع الصحي. ستقر الحكومة العديد من او الميزانيه اكبر للانفاق على القطاع الصحي، هذا هو الامر الشديد الاهميه، وايضا الاجراءات، سواء ماذا او يعني اقراء الخطه، ماذا ستفعل بريطانيا بعد، ما هي الاجراءات التي ستتخذها. الحكومه تضع الان خطه لم يتم الاعلان عنها بشكل كامل، ولكن ما عرفته من بعض المصادر في مقر الحكومة البريطانية أن الخطة ستشهد بعد هذه الفترة، أي بعد أسبوعين من الآن، وهي فترة الذروة التي تعيشها بريطانيا، ستضع الحكومة يعني حوالي 3 طرق للإعادة تدريجيا، وهو إعادة المدارس، يعني
قبل نهاية العام بشكل تدريجي مع الحفاظ على عملية التباعد الاجتماعي وأيضا إعادة بعض المحال التجارية وأيضا في الحفاظ أيضا على مسافة التباعد الاجتماعي وأخذ الاحتياطات وترك عملية العمل من المنزل للعديد من الموظفين. هذه الخطة التي يعني تسعى الحكومة الآن لوضعها على المدى الطويل، أي تنفيذها بعد 3 أو 4 أشهر من الآن، وهو يعني إلغاء الحظر التدريجي. هذا كان كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، يعني ألمانيا وإسبانيا أيضا بدأت في تنفيذ هذا الأمر أو التفكير في تنفيذ هذا الأمر. لكن عبدو في لندن، هل الأمر يبدو مقلقا إلى حد كبير أم أن الأمور تحت السيطرة وهو ما ربما يدعو الحكومة أن تتخذ قرار الفتح الجزئي؟ هو الفتح الجزئي هو يختلف عن باقي الدول، لأن قطاع الصحة في بريطانيا شهد تراجعا كبيرا في فترة ال6 سنوات الماضية. يعني عندما جاءت حكومة المحافظين هي قللت حوالي 40% من ميزانية وزارة الصحة، يعني وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لحكومة توني بلير من قبل، وكان القطاع الصحي منتعش أي قبل 6 سنوات، ولكن بمجيء حزب المحافظين قللت هذا الإنفاق على الوزارة، وأيضا قللت من عدد الأسرة وعدد أسرة بالأخص أسرة العناية المركزة. في بريطانيا لديها فقط 1400 سرير، منها حوالي 4000 سرير فقط داخل العناية المركزة، وهذا رقم ضئيل جدا، أي بمعنى حوالي 600 سرير ل 100,000 مواطن، وهذا رقم ضئيل جدا بالنسبة لأن تواجه أزمة كبيرة كجائحة كورونا، فالتعامل سيكون بشكل بطيء، ولكن الأمر سيأخذ وقتا طويلا مع بريطانيا لعدم جاهزيتها. فإلى أي حال هي لم تكن جاهزة ل يعني إعادة الفتح بشكل كبير أو بمقارنتها بدول مثل ألمانيا مثلا. أشكرك جزيل الشكر عبدو جمال مراسل أكسترا نيوز من لندن على كل ما ذكرته من معلومات.